من باب السخرية الهادفة أنه يمكن في كل دول العالم يزبط راليات إلا بفلسطين أيوة أنه بدك تصطدمي بحاجز عسكري إسرائيلي كل شوي مستوى العالم العربي إحنا أول بنات إلنا فريق هدفي أن أخلي كل العالم تعرف أنه في واحدة اسمها مرح زحالقة بتمثل فلسطين احنا بدنا نتعلم دكتورة بتاع عيادة وصير لها ايش ما بين العلوم اللي قيمتها احنا تأثرنا بالاحتلال انضغطنا لوين نوصل يعني نوقف حياتنا خلاص نضل قاعدين